السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حلقة جديدة من قناة عالم الألعاب الاستراتيجية World of Strategy Games. واليوم يا شباب إن شاء الله معانا فيديو وشرح لطريقة تثبيت الخرائط الجديدة على لعبة Generals Evolution الجديدة. الفترة اللي فاتت جالنا طلبات كتير من الأصدقاء ومن الشباب إن إحنا نسوي فيديو عن طريقة تثبيت الخرائط الجديدة بالنسبة لجنرالز ايفوليوشن، لأن ناس كتير أصبح عندها ملل من الخرائط اللي موجودة. هي طبعا اللعبة ممتازة كل شيء، لكن عدد الخرائط فعلا اللي موجود ضعيفة جدا، تكاد تتعدى على الإيد الواحدة يعني. مبدئيا أنا إن شاء الله حاطط لكم في الرابط أسفل الوصف ملف مضغوط فيه 10 خرائط جديدة بالنسبة لجنرالز ايفوليوشن، ومعانا في الفيديو إن شاء الله هنشوف مع بعض كيف الطريقة اللي راح نركب فيها الخرائط، تمام. مبدئيا أنا هنا عندي ملف هنا فيه 10 خرائط، أنا هحط لكم الرابط. أنا هاخد مثلا خريطة اسمها ماونتين ساوند، دي خريطة كويسة متميزة إن هي فيها موارد كتير، تمام. ناخدها كده زي ما انتوا شايفين كوبي، نخش على ماي كمبيوتر، نخش على السي، بعدين ندخل على فولدر ده يا شباب زي ما انتوا شايفين اللي هو اليوزرز، نضغط عليه، بعدين هتلاقي فيه اليوزر بتاعك اللي هو اللي فيه اسمك على الجهاز، تمام. انا ادي البي سي، بعدين هندخل على الفولدر ده الاب داتا، بعدين على فولدر الرومينج، بعدين هنلاقي فولدر اسمه ريد اليرت 3، هنضغط عليه ونضغط على مابس، تمام. هتيجي هنا دي الخريطة اهي، تمام، بتنزل في ملف مضغوط، تمام. طبعا انا مثبتها عندي، تمام، فلذلك انت اما تيجي تسوي نفس الطريقة ما راح تلقى الفولدر ده، فانت هتيجي كده هتقوم عامل اكستراكت هير، اكستراكت هير، هيستخلص الخريطة من الضغط وتصير فولدر زي نفس ايه، نفس الفولدر اللي انت شايفه كده، تمام. القسم الاول من الفيديو يا شباب زي ما انتوا شايفين هو عبارة عن تجربة او بيان كيفية تركيب الخرائط الجديدة. القسم التاني ان شاء الله اللي احنا هنجرب الخريطة دي مع لعبة ايفوليوشن، هنشوف كيف شكلها، كيف اللعب، يعني الجيم بلاي كده دقيقة دقيقتين 5 دقايق، نجرب بس الخريطة نشوف الوضع، وان شاء الله فيديو يعجبكم. ولا تنسونا من الاشتراك في القناة يا شباب، وفعلوا الجرس ضروري ضروري ضروري، محتاجينكم جدا الفترة دي، دعمكم مهم جدا لينا للاستمرار. شكرا جزيلا، واشوفكم ان شاء الله الحلقات القادمة. والقسم التاني يا شباب من الفيديو هيكون تجربة الخريطة اللي احنا حطيناها اللي هي الماونتين ساوند، وهحط لكم رابط التحميل لـ10 خرائط اسفل الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وده ان شاء الله شباب هيكون الجزء الثاني من الحلقة معانا اليوم ان شاء الله، هو تجربة الخرائط الجديدة الخاصة بلعبة كوماند اند كونكر جنرال ايفوليوشن، وان شاء الله يعجبكم اللعب. هنلعب يعني جيم بسيط كده فيها بس تجربة الخرائط يعني الجديدة. مبدئيا يا شباب الخرائط الجديدة اللي انت هتحملها مش هتلاقي جنبها المسمى اللي هو جي نوفو، تمام، هتلاقي جنبها كده عادي، مثلا في عندنا هنا كومبات داون اندر دي عادية، دي من ريكس ماب، جراند يونيون، ماونتينز فوجي بورتريس، تمام. هنجرب مثلا خريطة الماونتين فوجي دي، اعتقد انها خريطة حلوة ان شاء الله عجبكم الجيم. نبدأ مع بعض. General Jaziz training. I will work. I'm just a peasant.
This hammer is heavy. Clean. You're much for the enemy. Are there not better tools? Princess, finish your training. Be on watch for the enemy. Defending the tunnel network. I will work. Be on watch for the enemy. For the enemy. Be on watch 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 for the enemy. Be ready for war. Be on watch for the enemy! Defending the tunnel network! Ready for it! I sense the danger watch from the enemy! The higher order plans are framed! Ready for it! I will do the best I can. I'll puncture the next thing that moves. Cannot we live in peace? Get on the board!
try to hurry. Scorpion, ready to sting. Our homes are in peril. Quad gunner. Just a peasant. I'll puncture the next thing that this means. Hammer is heavy. Huh? Going. I do not have patience for this. I'll puncture the next thing that means. You have my sense. We will need more funds, Jet. I will not build this finish. Thank you.
Let's kick up some dirt. I'm just a peasant. We will need more funds, General. Are there not better tools? Quick, ready yourself. Marauder tank assembled. You have my service. Heavy. Let's kick up the dirt. We will need more funds, General. What is it? Rocket barrage ready. Step on the Thank you.
get there.